الطريقه معانا كانت تراديشنال، وهي هي الوايت كين، وهي عباره عن العصايه البيضاء. والعصايه دي تعتبر معظم المكوفين بيستخدموها، اللي هو بيكتشفوا بيها الحواجز والعوائق اللي قدامهم. بس اعتقد الثلاث طرق دول طرق غير فعاله بالمره بالكثير تعمل ان احنا نوجد حل لهذه المشكله. فكان الحل بتاعنا من خلال 3 تولز. التولز اللي معانا سمارت ستيك، سمارت جلاسز، والموبايل اب. اول جزء سمارت ستيك عباره عن جزء هاردوير عباره عن عصايه ركبنا فيها مجموعه من السنس، وايه اللي قدرنا ننفذه من خلالها. المشروع بتاعنا لما حبينا نعمل مشروع تخرج حبينا يختص بفئه معينه من الناس، وهي كانت الناس ذوي الاحتياجات الخاصه او ما يسمونهم ذوي القدرات الخاصه. ما نقدرش نساعدهم باستخدام نظارات او لينز. وكمان في مصر طبقا لاحصائيه مصر الخير حوالي 6% لديهم اعاقه بصريه. فالارقام دي بصراحه ساعدتنا ان احنا نقدم مشروع للناس البلايند فيه. بالنسبه للنموذج اللي شفته بتاع الطاقه الشمسيه ده، احنا دلوقتي في مشروع مع الاتحاد الاوروبي لسه بنتكلم الدكتور احمد عليه، انه بيمول مشروعات تحول من الكهرباء العاديه الى الطاقه الشمسيه. وزي ما احمد قال انه تكلفه الطاقه الكهربائيه واستهلاك الطاقه طبعا عماله تزيد. فاحنا بالنسبه لنا كجامعه بنستهلك الكهرباء كتير جدا. في نفس الوقت عندنا مميزات طبيعيه كويسه جدا ممكن نستغلها علشان فعلا نقدر نستغل الطاقه الشمسيه. عشان كده ارجو من احمد اللي يكون منكم مجموعه عمل من الكليه. احنا دلوقتي بس عاوزين مننا بروبوزل احنا عاوزين ايه ودراسه جدوى للمشروع ده شكله ايه. انا بنصرف قد ايه دلوقتي؟ ولو عملنا جزء طاقه شمسيه وحولنا الجامعه نسميها الجامعه الخضراء، احنا هنعمل كل حاجه بالطاقه الشمسيه. احنا حتى اتوبيسات الجامعه شغاله بالكهرباء، انت بتشوف ازاي الحراره الغاز طبيعي بدل البنزين اللي غالي كمان بيترفع. كل ده بيوفر تكاليف. ان احنا عندنا الشجر طبعا عمليه تشجير، يعني نبتدي نفكر في الحاجات اللي هي انفيرمنتال فريندلي وفيها سستينابيلتي عاليه، في نفس الوقت فيها لو كوست نبتدي ننفذها في الكهرباء. وارجو ان احنا يعني نستفيد من الافكار الجميله دي ونبتدي نعمل مشروع زي كده. ونبتدي انا وسعيد هنجيب له تمويل من بره الجامعه على انه يتنفذ جوه الجامعه. عندنا المقومات وعندنا البيئه اللي تصنع تنفيذ مشروع زي كده. انا بشكركم وسعيد جدا ان انا حضرت معاكم العرض. بنفسنا نكمل بس يعني معذره عندنا ارتباطات في الجامعه. اشكركم وان شاء الله يعني موفقين ونشوفكم مهندسين كبار كده شرفوا جامعه سوهاج في كل مكان. شكرا لكم. لا هو يعني مش شغال.
الزبر غلط حط في الميه. ده لو هو ماشي في الشارع وبيمد دايما ايده كده تحس ان في ميه، ده لو عنده صوت هنا ان في ميه. الحاجه الثانيه ده بيبقى سريع على الصوت، سريع على الصوت. هنجربها الحل بتاع التصوير ده جهاز الهدايا للتلفزيون اللي هو بيتم عليه البروسيسنج بتاعه، وبحطه في الخفيف كده ويبقى ماسك الابلكيشن، بس هي المفروض بس المعمل تسقط ده تمام، هي بتديله تنبيهات لو هو عايز يفتح حاجه او بس عايز يفتح الكاميرا هو، فبيديها امر يقول له اوبجكت يعني يفتح الكاميرا او بيرسون يعني في شخص. جاهز؟ ماشي. هنا هنقول اوبجكت، هنديله امر معناه يفتح الكاميرا يشوف ايه اللي قدامه. اوبجكت احنا بنجرب عشان تبقى اسرع يعني يا بتدل على ان في مخاطر يعني دي افتجار مخاطر. لو هي بالقصه هو ده اللي معقوله ده مخاطر. انا مثلا ده هو ده 40 ل 41 كمان 49 يعني هو كده. ايوه ده ديبريشن، احنا هنا في افتجار مخاطر. ده على التغيير